شايفة انه في بعض الناس حياتها تنفع مسلسل او عمل درامي. يعني ما اعرفش يمكن انا مش بحس انه حياتي كده، بس ساعات بسمع قصص مرعبة من ناس وبقول لهم ده لازم نكتبه ويبقى مسلسل. بس حسب الشخصية، في شخصيات طاقة كده. لو هنعمل قصة حياتي انا مسلسل، لا اكيد هيبقى فيه لحد دلوقتي على الاقل مثلا 3 اجزاء على اساس يعني كل 10 سنين جزء. يعني الفكرة الأولانية هيبقى تصنيفه رياضي فني، الفقرة الثانية هيبقى فقرة المراهقة، هيبقى فقرة الهبل. أعتقد الفقرة الثالثة هي هتبقى فيها شوية ميلودراما ونضج ومشاكل بقى الناس الكبيرة. أصل أسئلة المواقف دي بتبقى أصل مواقف بيجي في لحظتها، زي لما الصحفيين يجوا يسألونا إيه المواقف الطريفة اللي حصلت في اللوكيشن، هي لو اتحكت بعد ما بتبقاش طريفة، يعني هي حلاوتها في لحظتها. فصعب قوي ان انا افتكر حاجه يعني حاجه معينه بعينها، وحتى لو حكيتها دلوقتي لو حكيتها هيبقى دمها تقيل عشان اللحظه دي عدت. فاهمه قصدي؟ والله انا في موقف اثر فيا جدا في حياتي هنا، يعني طبعا لما اقوله بابايا هيزعل مني عشان هو اصلا اب حنين جدا ومش بيمد ايده، يعني احنا في البيت ما اتضربناش واحنا صغيرين يعني. بس انا فاكره المره الوحيده تقريبا بابايا ضربني فيها في حياتي دي كانت لحظه دراميه جدا. كان عندي تقريبا 3-4 سنين وكنا على البحر في اسكندرية وبتاع، وانا بعدت عن الكابينة بتاعتنا، كان كنت بلعب مع اطفال في نفس الشط وبتاع، وبعدين يعني انشغلت معاهم ولقيت ابتدوا يلعبوا بعيد وبتاعنا نلعب استغمية، فبعدت عن الكابينة بتاعتنا من غير ما اقول لماما بابا. فطبعا هما قعدوا يدوروا عليا ساعتين مثلا، فمش قادرة أتخيل دلوقتي بقى بعد ما بقيت أم هما كانوا حاسين بإيه لو مش لاقين بنتهم لمدة ساعتين. وبعدين راجع عادي، يعني أنا عارفة مكان ورجع لهم عادي أكني ما فيش حاجة حصلت. خدت حتة علقة مش هنساها أبدا، وتقريبا دي المرة الوحيدة اللي أبويا ضربني فيها في حياته، بس يعني كان عنده حق. بس أنا بشيلها له لحد النهاردة وقوله فاكر لما ضربتني. طبعا كل المواقف في حياتي يعني في منها بتبقى بطولة مطلقة، في منها بتبقى بطولة مشتركة. يعني مثلا في بعض الأزمات، مثلا في الأزمات العائلية أو كده بيبقاش في بطولة مطلقة، بيبقى كلنا بنساند بعض، حد عنده أزمة، حد بيمر بحالة نفسية مش كويسة، فبنبقى كلنا كأسرة بنقف جنبه، فبتبقى يعني بيبقى السند جماعي. وفي لحظات معينة يمكن مش أسرية قوي، بس يمكن مع انا بحب اساعد الناس يعني بشكل عام من غير الدخول في تفاصيل، بس في مواقف معينه بحط في دماغي ان انا هعمل حاجه رغم ان ممكن كنت تبقى كل حاجه ضدي فاوصل ان انا احققها، فتبقى ساعتها بطوله مطلقه. والله هو في موقف حصل انا مش كنتش واخده دور سنيد، بس انا كنت يمكن مخدوده ومش عارفه اخد قرار فتايهه. فكان لحظه ما عرفت انه بنتي مش بتسمع، وابتدى نسال كل الدكاتره ايه اللي ممكن يتعمل، وقالوا لنا في زراعه قوقعه، وطبعا ده عالم كبير احنا انا ما كنتش اعرف عنه حاجه، ولا انا ولا جوزي ولا اي حد في العيله. بس بصراحه انا جوزي كان له دور كبير، كان هو بقى البطل المطلق في الموقف ده، لانه انا من كتر الصدمه او الخضه او التوهان ما كنتش قادره اخد قرار اقول اوكي هنعمل كده، او ايه ده لا مش هنعمل كده، يعني ده قرار مصيري فظيع، قرار زراعه القوقعه ده. فهو اللي اصر، وهو اللي راح قابل الدكاتره، وهو يعني قعد يشرح لي ويصر انه هنعمل ده ولازم نعمله بسرعه، يعني مش هينفع نقعد نضيع وقت ونقعد نفكر هنعمل ايه. فاللحظه دي يعني انا لحد النهارده بشكره انه هو اللي ضغط الضغطه دي عليا في الوقت ده، لان انا كنت هبقى جبانه قوي ان انا اخد القرار ده. لا احب ان انا ابقى ضيفه شرف في حياه اللي حواليا، بالذات بعد ما كبرنا ونضجنا كلنا وبعندنا مسؤوليات، وكل الناس كل حد عايش في بلد، واللي عايشين في نفس المدينة اللي ساكنين بعيد عن بعض. يعني الفرق ما بين الصداقة واحنا اطفال واحنا في ثالثة ابتدائي كنا بنتخانق، انت نادلة قوي عشان ما كلمتنيش، او انت نادلة عشان مش عارف قلت انت ما جيتيش والكلام ده. في ناس للاسف ما بتطلعش من الفقره دي، تلاقيهم عندهم 35 سنه وبيتخانقوا مع اصحابهم لنفس السبب. الناس دي ما بعرفش اتعامل معاها خالص، بشطبهم من حياتي، لان انا ما فيش يعني طاقه ان انا اقعد اناهد في حد عنده حاجه 30 سنه اكنه طفل عنده 7 سنين. بحب جدا ابقى ضيفه شرف، لان انا عندي صحاب كتير جدا قريبين وهم عارفين مكانتهم عندي وانا عارفه مكانتي عندهم، ممكن نقابل بعض مره في السنه وممكن نتكلم مره كل 3-4 شهور، بس في الاخر لما بشوفهم اكني كنت لسه معاهم امبارح. ما اعتقدش ان انا متحكمه لوحدي في حاجه، يعني لو انا متحكمه في حاجه معينه
ما اعتقدش ان انا ليا دور في حياه حد بس من ورا الكاميرا، انا ليا ادوار قدام الكاميرا على طول، يعني بالذات في قرارات البيت والتفاصيل العائليه لا بشارك فيها من قدام الكاميرا عادي. ابطال اللي عايزاهم يكملوا معايا دايما في حياتي هم طبعا عيلتي كلها واهلي والاصحاب القريبين اللي هم اصحاب بقى البالي وانا عندي 4 سنين، اصحاب المدرسه، اصحاب الجامعه، الناس اللي طول ما انا بكبر وفي كل مراحل يوقفوا جنبي ووقفت جنبهم وعارفه اهاليهم وعارفه بيوتهم ومفيش حته الشك انه ممكن نبقى اصحاب دلوقتي عشان مثلا انا بقيت ممثله فيكلموا بقى من ورايا والكلام ده، لا الناس اللي لحد دلوقتي مش شايفين ان انا ممثله يعني بيعتبروني انا يسرى العبيطه بتاعت زمان. يعني من 4 سنين ونص كده في كائن صغير عنده 4 سنين ونص دلوقتي بقى هو الاساس في كل حاجه وعلى اساسها باخد كل القرارات وبس وشقلبت لي حياتي. طبعا في ناس كتير قوي في حياتي جت كدفت شرف وما كملتش، بس في منهم طولوا يعني قعدوا فتره طويله وفي منهم كانت فتره قصيره بس كانت مؤثره جدا. معظمها حاجات فنيه، ناس اثروا فيا انا كنت بحب ارقص، كنت يعني برقص باليه وكنت بلعب بيانو وبحب اغني، كنت بدبلج وانا صغيره، فاكتر الناس اللي بعتبرهم ضيوف شرف فرقوا معايا كان مثلا مدرسه الباليه بتاعتي اللي انا ابتديت معاها كان اسمها اسيا وكانت راقصه في فرقه الباليه في الاوبرا وكانت بتمرني تقريبا وانا عندي 5 سنين لحد 10 أو 11 سنة وبعدين هجرت، فدي هي اللي حببتني في الباليه وهي اللي يعني خلت عندي شغف كده معين ان انا اكمل باليه لحد ما بقى عندي تقريبا 31 سنه وبفتكرها لحد دلوقتي وساعات بقعد اعيط وعندي فيديوهات ليها بقى، فاكره الفيديوهات بتاعت زمان دي، عندي الفيديوهات دي كانت رقصت معانا مره على المسرح فانا عندي وعندي حاطه صورتها عندي في البيت، يعني هي اثرت جدا فيا في حياتي. برضو شخص تاني مدرسه البيانو، كان عندي مدرسة بيانو هايلة كان اسمها مدام نينا كانت من جورجيا وجت في فترة كنت أنا ابتديت أقفل من البيانو وازق منه، كنت في أول المراهقة وبتاع ومش مهتمة أن أنا أتمرن، وهي جت خلتني أحب البيانو من أول وجديد وعلمتني إزاي أحط مشاعري في البيانو، يعني بقيت بستمتع يعني ساعات بخليها هي تلعب بس عشان أنا أتأثر من المزيكا اللي هي بتلعب. دول تقريبا أكتر 2 يعني فرقوا معايا حياتي. اكيد لو شايفه انه في ناس في حياتي زي كومبارس وما لهمش لازم اكيد مش هطلع اقول ده في الراديو عادي قدام الناس بس لا يعني الحقيقه ما اعتقدش حتى لو الكائنات دي ظهرت حواليا انا فعلا ما عنديش وقت وطاقه اضيعها مع حد لو انا مش عايزاه في حياتي، ف بس انا برضو مؤدبه ما بحبش اجرح حد فيعني بنسحب في هدوء كده شويه شويه. الاسئله دي على فكره كنت عايزه تتبعت لي من اسبوع عشان اقعد افكر في الاجابات عشان دي عايزه يعني انا بقى عندي فقدان ذاكرة. ايه الماستر سين اللي كان ايه الماستر سين اللي كانت في حياتي؟ اول ماستر سين في حياتي كان لما كنت اول واحدة عملت رقصة سولو لوحدي في مدرسة البالي كلها كان عندي 10 سنين، وتاني ماستر سين كان لما اختارني الأستاذ يوسف شاهين امثل في فيلم اسكندرية نيويورك، وبالنسبة لي الماستر سين بجد لما بفتكر الفيلم ده بفتكر مشهد اول ظهور ليه في الفيلم من على السلم نازله على السلم كده وكان في اغنيه قلبي دليلي شغاله، ويمكن ادركت بعدها قد ايه هي حاجه مؤثره ان انا اول ظهور ليه في السينما ابقى نازله على سلم شكله حلم واضاءه ولبس ومش عارف ايه واغنيه قلبي دليلي شغاله في الخلفيه، يعني دي حاجه جامده قوي بس يمكن انا ساعتها ما كنتش حاسه. برضو ماستر سين مهم في حياتي لما الفيلم ده اتعرض في مهرجان كان ومشيت فجأة لقيت نفسي وانا في اولى جامعة بمشي على السجادة الحمراء في مهرجان كان. ماستر سين برضو الرابع اكيد هي الولادة، فقرة الولادة، هي ما كانتش ساعة هي كانت ساعات، كانت 36 ساعة، فلما بيقولوا ساعة سهلة ببقى عايزة اضربهم بس كده. ما اعتقدش انه في احداث معينه عايزه اشيلها في المونتاج في حياتي لانه انا بشوف انه البني ادم المواقف الصعبه او اللي بيتوجع فيها هي اللي بتعلمه وبتخليه يبقى حذر اكتر او ما اعرفش عنده كده حسابات مختلفه، فلو كنت شلتها من حياتي ما كنتش هوصل اللي انا يعني اللي انا وصلت له النهارده.
ان انا بقى بقيت بفكر في الحاجة كويس قوي من كل النواحي. يعني في ذكاء اجتماعي بيجي من الخبرات دي، فمش هبقى عايزة احذف منها حاجة. لا، المنافسة دايما عندي، بنافس نفسي. انا مش من الناس اللي ببص للناس التانية بتعمل ايه او حققت ايه، بالذات في الشغل، لان انا كوني يعني بابايا مخرج، فانا فاهمة كويس قوي مثلا في التمثيل انه المنافسة السلبية دي مش حاجة كويسة، انه في ممثلين بيحبوا ان الممثل قدامهم يبقى ضعيف عشان هما يبانوا احسن منه. بس اللي بيفكر كده مش فاهم يعني ايه تمثيل، لانه في الاخر الممثل لما يبقى قدامي، لما هو يبقى كويس هيجبرني ان انا اضغط على نفسي فبقى انا احسن، فاحنا اتنين هنبقى كويسين والمشهد هيبقى فظيع. فبالعكس، لا انا مش حاسه انه يعني انا ما عنديش المنافسه دي غير مع نفسي، لما بقول ايه ده يا ريتني كنت عملت حاجه احسن. دايما لما بتفرج على حاجه بقول لا كان لازم اضغط على نفسي واعملها احسن، بس لنفسي مش عشان بقارن نفسي بحد تاني. لا، انا بشوف ان كل حد في حياته عنده كذا دور، يعني ده اول درس في التمثيل اصلا. يعني بابايا وانا صغيره شرح لي التمثيل كده، قال لي الواحد بيلعب كذا دور في حياته. يعني انت دلوقتي لما بتروحي البيت مثلا وانت عندك 10 سنين مثلا، بتروحي البيت بتلعبي دور الابنه، فبتبقي انت الابنه بالنسبه لمامتك وباباكي، ومع الاخوات بتبقي دور الاخت، مع بتروحي المدرسه بتبقي دور التلميذه او الصديقه. فبالعكس كل حد عنده كذا جنب، وبيبقى وانا بشوف انه طبيعي جدا انه كل شخصيه من دول يبقى ليها صفات معينه، يعني بتطغى في اوقات معينه. يعني انا مثلا طريقه تعاملي مثلا في البيت مع الناس غير طريقه تعاملي في الشارع، غير طريقه تعاملي مع اهلي، غير مع صحابي، وده طبيعي عشان عشان كل يعني كل السياق له الاجواء بتاعته. مش عارفه، بس موضوع عمري لعبت دور شريره ده، اصل هو الموضوع مش ابيض واسود، مش خير وشر، هو اللي بيخلي الشخصيات مركبه او اللي تشد الممثل انه الموضوع مش ابيض واسود، انه مثلا ممكن العب دور واحده طيبه بس في الاخر هي بتغلط. ما هو حتى الابطال اللي المفروض ان احنا طالعين نمجدهم في المسلسل، ان هم ده البطل العظيم اللي ما بيغلطش، بس في الاخر هو بيضعف وبيعمل حاجات غلط وبيجرح ناس وممكن يكذب عشان يوصل لحاجه، فما فيش حد مثالي. فما انا فاهمه، فهي نفس الفكره انه ان انا العب دور الشريره ده، اكيد لو انا وصلت لده اكيد كان حاجه تستاهل. يعني اكيد انا استحملت مره واثنين وثلاثه وسكت ولقيت انه لا مش هينفع مع البني ادم ده غير ان انا اطلع الجانب الشرير، بس انا ما بفضلش اعمل كده غير لما استحمل كتير قوي. والله انا بشوف انه اكتر دور مركب في الحياه هو دور الزوجه والام. يعني رأي جدة مامتي لما مامتي اتجوزت، قالت لها بص يا حبيبتي، هي كانت سوريه، كان اسمها يسرى، انا متسميها لاسمها، بس قالت لها بالسوري طبعا، بس انا مش عارف، قالت لها بص انت تتجوزي وبتاع، انا عندي نصيحه ليكي اسمعيها مني، لما جوزك يقولك حاجه قولي له حاضر واعملي اللي انت عايزاه. فدي نصيحه بتتوارثها الاجيال عندنا. فهو انه حد يبقى في علاقه طويله المدى ده خلاص بيخلي العلاقه مركبه، وبعدين اوتوماتيكلي كده كل واحد بيبقى عنده جوانب كتير وبيبدا يعرف ازاي يتفاعل بقى مع الشخص اللي حواليه في كل حالاته، فده بيبقى دور مركب جدا. يعني كتير قوي لازم، يعني انا بعمل كده واكيد هو برضو بيعمل كده، ما كل واحد فينا برضو مش سهل بطريقته، بس انا قصدي ان كل واحد لازم يجي وقت يكبر دماغه او يعتبر انه ده ما حصلش او يعتبر انه ما سمعش اللي اتقال عشان الدنيا تمشي. فبشوف انه ده مش دايما سهل، والواحد بياخد كده 7-8 سنين جواز عشان يتعود عليه. لا انا ما اقدرش احكم انا شخصيتي اتطورت قد ايه، لان ده انا، فانا مش اكيد مش شايفه نفسي من بره، بس في المطلق يعني انا طول عمري بيتقال عليا ان انا انضج من سني وان انا بتحمل المسؤوليه قوي ويعتمد عليا، فيمكن عشان انا البنت الكبيره ودايما في البيت كانوا بيحملوني ان مسؤوليه حاجات كتير، وانا شخصيا اصلا بحب اتحمل المسؤوليه، ما بعرفش اريح نفسي، يعني تلاقيني كده اطلع بقى بقلب جامد، طب انا اللي هودي العربيه التوكيل، طب ليه يعني مش لازم انا اللي هروح اجدد الرخصه، اعملوا لي كلكم توكيلات وانا هتصرف، طب وفي الاخر انا اللي بتمشور كل المشاوير، كل الناس عاملين لي توكيل وانا مش عامله توكيل لحد.
فيعني بطلع كده طلعات، بس ما بعرفش اقعد كده ما اعملش حاجه، بحب دايما وقتي يبقى مثمر. فدي مشكله لان انا في الاخر بتعب. اللوك بتاعي يبقى مناسب للاحداث اكيد طبعا، يعني ما هو من ضمن برضو ذكاء الاجتماعي انه الواحد كل لما يروح مكان يبقى لبس لبس او عامل الشكل المناسب للمكان اللي هو رايح، يعني حسب كل منطقه والصبح ولا بالليل وايه المناسبه ومين الناس اللي تبقى موجوده وخلفيتها ايه وهل هي متفتحه ولا لا، كل ده له مكانه. يعني مثلا انا كنت في الجامعه الامريكيه، بس كان دايما في سمعه ان في الجامعه الامريكيه مش عارف البنات لابسين ايه وبتاع، بس ده ما كانش حقيقي لان الجامعه الامريكيه على ايامي كانت في التحرير، وكانت المباني بعيده عن بعض، يعني مش زي دلوقتي المبنى كله مفتوح على بعضه. كان يعني كنت عشان اروح من محاضره لمحاضره لازم اعدي شارع محمد محمود او شارع الشيخ ريحان او شارع الفلكي، فكان يعني بحكم المكان اللي انا فيه اكيد لازم البس لبس معين يبقى اللوك بتاعي مناسب لان انا هتمشى في شوارع وسط البلد. فده جزء من الذكاء الاجتماعي المفروض. في علاقتي مع الناس بحب انه النهايه تبقى اغلب الوقت سعيده، ولو حاجه انا مش متاكده منها وعايزه اسيب الباب موارب هسيب النهايه مفتوحه. لا خالص، مش شايفه انه الخير ينتصر على الشر خالص. لا، الشر عاده اغلب الوقت هو اللي بينتصر للاسف، عشان دايما الخير بيبقى غبي، دايما الجانب اللي هو الطيب ده بيبقى غبي كده وبياخد على دماغه وبيسكت وكده، وطبعا الشر بقى بيدلدل رجليه وكده. لا خالص، انا شايفه انه اغلب الوقت الشر هو اللي بينتصر. طبعا انا شايفه انه حياتي اغلبها ارتجال، لانه في مواقف كتير كان المنطقي، يعني لو هقول انسان مصير انه خلاص عندي اختيارات او حاجات اتحطت قدامي، كان من الطبيعي لو انا همشي على النص ان انا هعملها من غير ما افكر. بس انا دايما بعترض، يعني دايما اقف كتير لو حاجه مش مريحاني. انا عندي احساس كده زي حاسه السادسه كده، يعني لو في عمل مثلا جالي وانا مش مطمنه ناحيته، حتى لو في احسن مخرج واحسن سيناريو، ما تفهميش ما اعرفش دايما، وبقعد انا بستشير دايما اللي حواليا الاقي كلها لا طبعا ده فلان وعلان وهيبقى حلو في حاجه مش مريحاني، معظم الوقت بيطلع احساسي صح، واما العمل ده ما بيتصورش اصلا، يا إما بيبقى في مشاكل كبيرة جدا وبيفشل، بيحصل حاجة. فالحمد لله يعني إن أنا عندي الحاسة دي، فدايما بخرج على النص بس بيبقى في صالح الحمد لله. أسمي المسلسل بتاعي لا أنام أو سيبوني في حالي. يعني حاجة من الاتنين.